علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. مسيتم بالخير يا أحبة، وحشتونا. كيفكم؟ طيبين؟ إيش أخباركم؟ لكم وحشة يا أهل الانستغرام والله. كيف أموركم؟ بخير؟ عساكم طيبين؟ ما شاء الله الأعداد بدأت تتوافد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أعتذر على التقصير تجاهكم، يعني كان السلام ماخذني كثير، لكن أنتم لكم معزة، أنتم السابقون. الله يديم محبتنا في الله سبحانه وتعالى ويجمعنا على الخير دائما، قولوا آمين. اليوم حتكلم عن موضوع وإن شاء الله بث بسيط خفيف، لكنه أتوقع أنه الموضوع مهم جدا، موضوع قرآني يعني، لكن أزعم أنه نحن نحتاجه كثير ونتفكر فيه كثير. الله يحييكم جميعا، كل واحد باسمه. أنا أعتز بكم كثيرا وأفرح بكم كثيرا وأدعي لكم كثير، وأسأل الله سبحانه وتعالى يفرج همومكم وينفس كروبكم ويجمعنا دائما على الخير في الدنيا والآخرة. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبقيكم جميعا. صندوق الأسئلة يعني قصدك الرسائل، إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله سبحانه وتعالى. والله مو غيبة. يقول شنو هالغيبة يا شيخ؟ أنا مو غيبة بقدر ما أنه يعني أنا في السناب شيء مشغول، ما يعني الانستغرام مقل شوية، لكن أنا أحبكم وأحب البثوث اللي في الانستغرام. الأسئلة مو الآن، شوية كذا. حتكلم في نقطة مهمة جدا وأتمنى تستمعوا لها بقلوبكم. قبل ما نخش، ترى في فرق بين السماع والاستماع. مين يقول ايش الفرق بين السماع والاستماع؟ اللهم امين، الله يجمعنا في الجنة. مين يقول لي ايش الفرق بين الاستماع والسماع؟ الاستماع يعني بتركيز، صح يا محمد؟ محمد سعد تقريبا. طيب السماع بالأذن والاستماع بالقلب، صح. الأخت تالا تقول السماع بالأذن والاستماع بالقلب، هذا الصحيح. الاستماع بالقلب، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الإنصات درجة أعلى جدا، يعني فيها من الإدراك والخشوع و و و و. طيب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما منصتين للقرآن. أنتوا عارفين من رحمة الله أنه بس تنصت للقرآن تتنزل عليك الرحمة، ممكن تغفر ذنوبكم. يعني أنت بس مجرد أن الإمام يقرأ وإنت تحضر قلبك تنصت، تبقى تسمع كلام الله سبحانه وتعالى، يغفر لك الله سبحانه وتعالى بنص الآية. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، سترحمون بإذن الله سبحانه وتعالى. حديثنا اليوم عن القرآن. اليوم سبحان الله صليت في مسجد الشيخ منصور السالمي، كنت بسوي لكم بث في الصلاة بس خفت انكم تفهموا ان البث حقي هو بث الشيخ منصور، ولا والله كان اجود وكان افضل وكان احسن، لانه ما بعد كلام الله سبحانه وتعالى كلام تمام، لكن سبحان الله. وقرأ آيات صراحة من جد، وان كتاب الله اوثق شافع واغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه، لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. كل يوم تسمع نفس الآية إلا أنها تأتي بروح أخرى، بأجواء أخرى، بتنزيل كأنه يتنزل الآن. لا إله إلا الله، هذا القرآن عجيب، صالح لكل زمان ومكان. الشيخ قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه،
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب. الله يجعلنا من الذين بيضت وجوههم. تيجي تفتح القرآن، يعني أبغاكم كده يوم من الأيام سووا ختمة، ختمة تشوفوا إيش مدار آيات القرآن، عن إيش يعني المغزى الرئيسي اللي تدور حوله كل الآيات، كل الآيات تدور حول حاجة وقضية مهمة جدا جدا لابد أن يستشعرها الإنسان في المآل اللي هو بعدين، قضية أما بعد، وأما بعد الأخيرة، مو أما بعد اللي دحين مثلا في مستقبلك، في مستقبل الحياة الدنيوية، لا هذه أمور حنتكلم عنها بعدين. أتكلم إنه القرآن سبحان الله آياته ما بين دفتي المصحف كل الآيات تدور حول قضية واحدة اللي هي الفوز والخسارة. الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول لو ما أنزل الله سبحانه وتعالى سوى هذه السورة سورة العصر لكفتهم. يعني تخيل القرآن هذا كله ما نزل، بس نزلت سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الإمام الشافعي لو ما أنزل الله إلا هذه السورة للبشرية لكفتهم. ليش؟ بيّنت قضية الخسارة والربح. والله يا جماعة قاعد أتأمل في هذه القضية، قضية الخسارة والربح، تجد إنه القرآن يركز على القضية. يعني خليني أسألكم الآن، إيش تتوقعوا القرآن القرآن يتكلم عن الخسارة والربح في إيش؟ حاجة واحدة بس، من الرابح ومن الخسران؟ قولوا لي يلا، خلونا كنا نتأمل كنا. كم آية قرأت أنت في هذه القضية؟ أعطيني آية تبين الخسارة والربح في مفهوم القرآن. يلا قولوا لي، أنا أشرب الشاهد يلا عشان ندخل في الموضوع على طول. قولوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله. ايوه ممتاز، هذا احمد. في ناس قالوا ما شاء الله الشاهين كب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب اصحاب الجنه هم الفائزون. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الفائز الذي فاز بالجنه ويشوف وجه الله سبحانه وتعالى. يا سلام يا سلام، الله يفتح عليكم، الله يجعلنا وإياكم. عافيتوس حبيبي، شكرا يا عيسى. يا جماعة معلش أنا طلعت بالشاهي عن وأنا أسألكم. القرآن كله من أول لآخره يتكلم عن قضية الجنة والنار. في واحد هنا ما يستحي، هذا كيف نسوي له؟ طيب بلوك. أيوه كيف 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 يا جماعة كيف نسوي بلوك؟ في واحد يقول أيوة، في واحد داخل معانا والله، إن شاء الله ربي يهدي. خلونا نكمل، مهم ما علينا، بلا خلونا نركز في الموضوع. أنا شربت الشاهي والله عقلي راح، وهذا قال كلام مش كويس فأتلخبط. دقيقة واحدة أخذ الشاهي وارجع لكم دقيقة عشان أروق. قولوا ما شاء الله مرة ثانية بالله. طيب لا احد يدعي عليه يا جماعة، ادعوا له بالهداية، استغفر الله، ادعوا له بالهداية، الصلاة سبحانه وتعالى يهديه. طيب يا حبايب الله يسعدكم يا رب. قضية القرآن، أنا والله يا جماعة والله أولا أشهد الله أني أحبكم. الشيء الثاني لما تيجي تفتح القرآن، قلت لكم القضايا كلها تدور حول الجنة والنار، الجنة والنار، الجنة والنار، الجنة والنار. قاعد أشوف القضايا الدنيوية اللي يتكلم عنها القرآن، حتى في المعارك ترى كلها يتكلم عنها القرآن، إنه أسبابها ليش وقعت، ما قال مين الفائز مين الخاسر، ما في يعني مثلا غزوة أحد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، بعدين ثم صرف القصة ما انتهت.
يعني اللي بوصل لك يا ترى أحداث تحصل في الدنيا الله سبحانه وتعالى يذكرها في القرآن على إنها حدث في الدنيا ليس لها علاقة بالفوز والخسارة. حتى لما الله سبحانه وتعالى يعاتب النبي عليه الصلاة والسلام يعاتبه ما قال له هذا عمل شنيع وأنت خسرت وأنت لا عتاب بسيط لطيف. عفى الله عنك، جون المنافقين يستأذنون في معركة من المعارك لأنه أمر دنيوي في حياة اختبار، قد يقع الخطأ، تمام؟ الله سبحانه وتعالى يختار أفضل الكلمات لنبيه صلى الله عليه وسلم وألطفها، يقول له عفى الله عنك لما أذنت لهم. لما أذنت لهم يا محمد؟ ها شوفوا الكلمات، ما في قضية ما فيها فوز وخسارة، الخطأ وارد، تمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جاله عبد الله بن أم مكتوم وعبس النبي عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى شنع على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له خسرت وخبت يا محمد إنك عبس، لا ما في خسارة في الموضوع، خطأ حصل، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يا الله عتاب جميل جدا. هذا القرآن، القضايا الدنيوية اللي يحصل منها الخطأ من البشرية عفى الله عنه. لذلك الله يخاطبك حتى في الموضوع هذا، موضوع الكبائر اللي يقع فيها البعض، يقول الله سبحانه وتعالى لما وصف المؤمنين، شوف لما وصف المؤمنين يا أخي القرآن فيه كل شيء، لما وصف الله المؤمنين إيش قال؟ قال في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض، تخيلوا واحد الآن أذنب ذنوب كبيرة ويعتقد أنه هو في الخسارة في النار الآن، ها ويقرأ عن الجنة وعن النار الآن، هو واقع في قضية أنه شوفوا القرآن كيف يهذب نفسه ويوجه التوجه الصحيح إنه ما يأس من روح الله. تخيلوا واحد الآن معنا في البث وقع في كبائر لو كتبها الآن ممكن كلنا ننفر منه، لكن لما يكتبها هنا إحنا هننفر منه، لكن لما يقولها لربه سبحانه وتعالى في سجداته ويقرأ قبلها القرآن لا حيكسب القرآن أمل وفأل بالله هيسمع. تخيلوا هو الآن قاعد يسمع هذه الآيات ويشوف كيف انه قضية الخسارة، هو عارف ان الخسارة في النار بس هو يحاس نفسه انه هو في النار الان لانه فعل الكبيرة الفلانية وكذا، ويجي الله سبحانه وتعالى يكلمه بهذه الآيات يقول له الله وسارعوا الى مغفرة، اسرع روح للمغفرة لسه ما دام لك انفاس، مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يقوم يقول أوه المتقين، أنا ماني من المتقين، أنا دومني وقعت في الكبيرة. بعدين الله سبحانه وتعالى يوصف له من هم المتقين، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. يا الله أيوه أنا ماني منهم هذول المنفقين، لكن أنا وقعت في الكبيرة، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، اللي يعفو عن الناس واللي يمسكوا غضبهم والمنفقين أنا، والله يحب المتقين والعافين عن الناس، والله يحب المتقين عافين عن بس هذول هم، والله يحب المحسنين بس هذول هم، ايوه هذول هم خلاص بقفل المصحف لا اكمل حبيبي، والذين اذا فعلوا فاحشه. يا ربي انت توصف متقين احنا، يا ربي تقول متقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يا ربي تحب المحسنين، والذين اذا فعلوا فاحشه، ايوه قد يقع المؤمن في الخطا لكنه عنده ضمير، لا يحلل الحرام وعنده ضمير، بعد كل ذنب يقعد يبكي نفسه ضايقة حتى لو خلاص، لكن طب هذا ممكن يرجع، ممكن تفتح له صفحة كبيرة، ايوه لسه ما في خسارة الآن في الدنيا، في الدنيا ما في خسارة، خسارة لما يتقفل السجل حقك.
تنتهي حياتك بالموت. انت على اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، انت على الصلاه امورك طيبه. طب الكبائر هذه انت قاعد تستغفر منها، انت قاعد تقول يا ربي ابعدني عنها. طب اسمع الايه لما قال الله سبحانه وتعالى، خليني اقراها كامله من البدايه بدون توقف، واعتبرها رساله من الله سبحانه وتعالى لك انت. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، يا الله أدخلهم الله دول، هذول بس مو بس كده فعلوا فاحشة لا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إيصل لهم، ذكروا الله جلس مع نفسه كده، يا رب سامحني، يا رب أنا مو أنا وأنا أفعل الذنب، يا ربي ما عصيتك استخفافا بعظمتك، ما عصيتك استخفافا بهيبتك، ما عصيتك استخفافا بجلالك، لكن يا ربي عبدك الضعيف غلبت علي شقوتي، ضغت علي الدنيا بملذاتها، يا ربي ها أنا بين يديك، تلاقي يسجد يتكلم ويقول يا رب سامحني، يا رب اغفر لي، يا رب تجاوز عني، يا ربي أذوب حياء عندما أقف بين يديك، يا ربي لا أعرف كيف أدعوك أستحي منك وأنا أرفع يدك وقد فعلت الكبيرة الفلانية. هذول الله سبحانه وتعالى يكتب لهم الخير، الله سبحانه وتعالى يوفقهم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم تلاقيهم بعدها يأنبهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ذكروا الله، انت عارف مين يقول الكلام هذا؟ ترى مو الشيخ الفلاني ولا احمد، الله يقول لك. فعلوا فاحشة ظلموا انفسهم، ذكروا الله، قالوا يا رب سامحنا، فاستغفروا لذنوبهم. في الحديث يقول الله سبحانه وتعالى، اسمع، اذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفرني فغفرت له، ثم أذنب ذنبا، أهل العلم قالوا يكرر نفس الذنب كبيرة أو ذنب معين، أذنب ذنبا ثم علم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفرني فغفرت له، ثم أذنب ذنبا، يكرر الذنب. شوف في ناس يسألوا دائما أنا منافق، يتكرر الذنب، لا حبيبي ما أنت منافق، أنت في الدنيا لسه ما خسرت، أنت قاعد تصارع، قاعد تجاهد، قاعد تسوي، تمام؟ أنت في معركة، لا تستسلم ترمي السيف تقول والله خلاص أنا منافق، لا يا حبيبي جاهد، أري الله من نفسك خيرا. في الحديث ثم أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفرني فغفرت له، في نهاية الحديث يقول الله سبحانه وتعالى افعل يا عبدي ما بدا لك قد غفرت لك. تعرف يعني ايش افعل ما بدا لك؟ يعني اذا انت تجاهد نفسك كده، تجاهد ثم تستغفرني، والله لا اغفرن لك ما استغفرتني، كل والله لا اغفرن، كل يا ربي طب 60 لا اغفرن لك. ابليس يقول لرب العالمين وعزتك يا رب لاغوين عبادك ما دامت ارواحهم تجري فيهم، الله يقول وعزتي وجلالي لا اغفرن لهم ما استغفروني. كتب ربكم على نفسه الرحمة هي كده الحياة. عشان تعرف مبدأ الخسارة والفوز، لا تستسلم في الطريق. الخسارة والفوز تدور على حاجتين، ترى كل آيات القرآن تدور على حاجتين، الجنة والنار. الله يريد لك الجنة، الله سبحانه وتعالى يقول والله يريد أن يتوب عليكم، يتوب على الله، ما يريد أن يعذبك، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما خلقك ليعذبك لكن أنت اخترت الطريق. ليش نقول إحنا نرجع للقرآن، امسك القرآن، القرآن يدلك على الطريق، يا جنة يا نار،
ما فيها نص ونص. في نص ونص هذا لما الواحد يخطئ وكان متأمل الخير ويعرف انه هذا خطأ، الله يقربه لأهل الجنة. مو معنه ما يذنب انه ما في كده، لا لا، يقينا في ناس تذنب، كلنا نذنب اصلا، لكن القضية قضية الجنة والنار. والله يريد أن يتوب عليكم، الطريق الأول طريق الله سبحانه وتعالى. الطريق الثاني، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والله يا جماعة، والله القرآن في كل شيء يقودك إلى لذلك. شوف القضايا الحياتية مثلا اللي حصلت يذكرها القرآن، مثلا أدوني قضية من قضايا القرآن يطرحها القرآن، مثلا قضايا يعني مثلا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. قال ترى هذه مسألة دنيوية، طلاق وحياة القرآن يذكرها تمام، لكن ليست مسألة معلقة بالجنة والنار. هم مسلمات مؤمنات تمام، لكن الله سبحانه وتعالى يقول لهم ترى في حتحصل مشاكل، لكن ليست هذه القضية هي القضية التي يتكلم عنها القرآن ويجعلها هي النقطة الأولى. لا، القرآن يذكر لك تفاصيل الحياة حتى تسير في الحياة، ما يتركك بس يقول لك جنة ونار وخلاص أمشي، يقول لك تفاصيل الحياة. لكن القضية الأولى قضية الجنة والنار التي تتهذب بها سلوكيات الحياة. بعدين لما الواحد يفتكر الجنة والنار، اهدى مع زوجته مثلا وهي تهدى مع زوجها، في جنة وفي نار وفي عدل وفي ظلم وفي كده. هذه قضية الجنة والنار باختصار تهذب لك حياتك. يعني مثلا أضرب لكم مثال فقرة الشاهد، دقيق. أضرب لكم مثال وركزوا فيه، إن شاء الله أنكم أنتم كلكم تحفظوا من جزء عام حافظينه، إن شاء الله جزء تبارك وجزء المجادلة وقاف والذاريات. تعرفوا أنه هذه الآيات كلها غالبيتها أنزلت أو مجملها كلها نزلت في مكة. لو تيجي تفتح الأربع أجزاء هذه تمام، تجد أنه كلها تتكلم عن الجنة والنار في مكة. يعني بداية الدعوة كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع الصحابة، ما يقول لهم الزكاة، آيات الزكاة، ولا مثلا للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، ما هذا كله آيات مدنية، آيات بعد أن رسخ الإيمان والعقيدة ورسخت العقيدة القوية تمام، جعل الله سبحانه وتعالى الأمور التشريعية الأخرى تأتي سلاما على المؤمنين. يعني مثلا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام على طول قال الخمر حرام، لا 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 لا، ما جاء، ما حرم الخمر إلا بعدين في المدينة، في مكة لا. يجي يقول لهم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك يوم القيامة. الحديث كله على الجنة والنار. يجي يقول لهم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، ويجي يقول لهم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا، ويجي يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم بدأ النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الآيات تنزلت في تلك الأوقات وهي تثبت الإيمان في قلوب المؤمنين كالجبال، ثم أتت بعدها التشريعات. هذه الفكرة نفسها أنتوا إيش سووا فيها؟ كيف أنا أستفيد من هذه الفكرة؟ أستفيد أنه هذا الإيمان لما ترسخ أصبحت سلوكيات الصحابة في التشريعات منتظمة. كيف منتظمة؟ يعني الواحد ما يتعامل مع الناس يشوفهم يسوي الخير، لا لا، يتعامل مع ربه. أديكم مثال، قلت لكم شفتوا الآيات هذه كيف قوية، كيف لما تسمعها
إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا، ويجي الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب. يا أخي بالله عليكم، الصحابة عمر كان يسمع، أبو بكر يسمع، عثمان، علي، سعد بن أبي وقاص، خالد بن الوليد، لسه وقتها ماس، لكن أقصد في مكة كانوا يسمعون هذه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتف. يا شيخ والله يأتونه مستسلمين. لذلك لما راحوا المدينة تأتي الأحكام، جاء حكم الخمر في البداية، جاء يا أيها الذين آمنوا مثلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكان الصحابة لا يشربون الخمر إلا بعد صلاة العشاء، ثم أتى التحريم، ثم حتى أتى التحريم في مسألة عمر بن الخطاب يقول: يا ربي أمرا في الخمر، فإما نهي ننتهي عنه، وإما جوازا نأكله نشربه ونسير به. فأتت الآية: إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. يقول لك يعني أزقة المدينة امتلأت بالخمر، لأن قلوبهم مهيئة بالإيمان السابق اللي كان في مكة من آيات فصلت وانت نازل، من آيات قاف وانت نازل. هذه الآيات لأنها تتكلم عن القضية المهمة اللي بكلمكم عنها، اللي محور حديثنا: الجنة والنار. الجنة والنار والله العظيم يا جماعة لما تغرسها في قلبك حتضبط سلوكياتك. أنا حقول لكم القصة الآن وممكن عدتها كثير، لكن لما جيت تتأمل يا الله يا الله يا الله كيف أنه لازم في حتى أولويات في دخول القرآن إلى قلوبنا. أولا آيات الإيمان باليوم الآخر. بالله عليكم اسمعوا الآن سؤال: الجنة والنار أليست من العالم الغيبي؟ جاوبوني صح ولا لا؟ تمام؟ عشان مسألة الأولويات في ترتيب القرآن في قلوبنا. هاي يا جماعة سؤال أحبة، أنا نسيت السؤال حتى، إيش السؤال؟ أيوة الغيب، الجنة والنار من الغيب صح؟ أفتح بداية المصحف في سورة البقرة، تمام؟ سورة البقرة ألف لام ميم، عشان تعرفوا مسألة الغيبيات ترى هي أهم من الماديات اللي نشوفها. إحنا مشكلتنا إنه نبغى نشوف كل شيء قدامنا. لا لا، في القرآن لا، لازم قضية الغيب هذا تتقدم على أي قضية أخرى. الله سبحانه وتعالى ملائكته، العالم الغيبي، الجنة والنار، خصوصا الجنة والنار، لأن فيها سترى الله سبحانه وتعالى. معليش سامحوني، هذه حركة بسيطة، هذه جنباز بسيط وسط الحلقة. لأن العالم الغيبي هذا مهم جدا، إن هو يبث لك سلوكياتك تنضبط. في بداية البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب. الله يفتح عليك يا إم 1440، الله يفتح عليك. الذين يؤمنون بالغيب. فإذا أنت جبت الغيبيات هذه واستحضرتها وجعلت قراءتك في القرآن خصوصا في هذا الزمان، والله يا شباب الأخوة والأخوات الآن أنصحكم نصيحة، نصيحة محب اللي مو قادر يحفظ القرآن كامل، أنا أنصح نصيحة محب يحفظ بتدبر جزء عامة وجزء تبارك وجزء الذاريات. المجادلة يقدر يخليها بعدين. والله العظيم يستشعر انه الان قاعد تتنزل الايات هذه حتغير اشياء كثير في حياته. شوفوا الصحابة رضوان الله عليهم لما تعلموا هذه الايات، شوف كيف انطبق هذا على سلوكهم. تمام؟ حقول لكم قصة الان وبعدها نقول ايش استفدتوا من هذه القصة، وكيف نربط موضوع عن الجنة والنار اللي هو محور قضية الآيات كلها في القرآن، اللي القرآن يدور آياته كلها على قضية الجنة والنار والفوز والخسارة في هذه القضية، وكيف الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا هذه القضية فطبقوها على حياتهم وأصبحنا خير أمة. ما في كذب، ما في غش، ما في خداع، ما في تنمر، ما في سوء ظن، ما في اتهام، ما في إشاعات.
قرآن ما في، في جنة ونار، تكذب في جنة ونار، تسوي شاء في جنة ونار، لا أنا ما لي صلاح. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد، السمع والبصر والفؤاد، طيب كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك. طب ليش مسؤول؟ متى؟ يوم القيامة في جنة وفي نار كذا. شوف والله هذا، لذلك المؤمن يسير في أي مجتمع منضبط، يكون أنسب إنسان لأي مجتمع وأنتج إنسان لأي مجتمع. والمجتمعات إذا طبق المسلم الإسلام الحقيقي المجتمعات تحبه، لأنه إنسان صادق لا يكذب ولو كذب الناس، لا ينافق ولو نافق الناس، لا يتهم ولو اتهم الناس، هكذا تسير حياته. بقول لكم القصة، بس قبل ما أقول القصة، في واحد امتحننا هنا، اقرأ مقام الحجاز. يا أبويا لا حجاز ولا كرد ولا يحزن، ركز، هذا قرآن، قرآن ما فيه مقامات حبيبي. لا تقول لي كيف، انت بالله كيف يعني؟ ارجوك ترى انت ادوشت المتابعين الان كلهم يا كرد يا حجاز. يا حبيبي هذا قرآن، كلام الله. ترى النبي عليه الصلاة والسلام جاء يقرأ ما كان يقول ابغى اقرأ الان حجاز ابغى اقرأ كرد، هذا كلام الله، كلام الله. يا اخي اتق الله سبحانه وتعالى، شغلتنا وشغلت الناس. ترى قال يتكلم قال الله قال رسول، انت تقول لي كرد وحجاز؟ معليش انا عصبت من جد. ترى اتق الله يا شيخ، حول ولا قوة إلا بالله. بشوف تعليقاته هذا يقول لي الله يرضى عنك بالله، حجاز، مفتاح الحجاز، مفتاح البيت أنا ما نلاقيه. تقول لي مفتاح الحجاز؟ مفتاح البيت مضيعه الآن، أنا من فين ألاقي؟ تقول لي مفتاح الحجاز، قاعدين نقول قال الله قال الرسول مفتاح الحجاز. يا شيخ الحجاز ما لها مفتاح أصلا، حول ولا قوة إلا بالله. فتنت الناس يا رجل، أنا فتنتني، قاعد أقول أقرأ حجاز ولا أقرأ حجاز؟ يا أبويا ها جاك الثاني يقول لك كرد يعني شعب من شمال. يا عمي لا حول ولا قوة إلا بالله، والله فصلت من جد يا جماعة. أنا أقول قال الله وقال الرسول، هذا يقول لي يا شيخ مفتاح الحجاز، خلي واحد يعطيك مفتاح الحجاز. أقول لك مفتاح البيت مضيعه أنا، مفتاح البيت أنا مضيعه. يبغى لها شاي؟ شكرا يا حبيبي، والله يبغى لها شاي، حول ولا قوة. ترى هذا حتى يرسل لي في السناب، يرسل لي في الخاص مفتاح الحجاز. يا الله، الله يغفر لنا يا شيخ، الله يغفر لنا. اللهم صل وسلم على محمد. شوف ماجد جاب لك المفتاح، معليش سامحناك حبيبي، بس لا تمتحنا الله يرضى عنك. خلاص يعني انت شايفنا كنا نتكلم قال الله، انا من زعلان انك انت تقول مفتاح الحجاز. يا ابوي لو لقيت مفتاح الحجاز جيبه، ان شاء الله نفتح الحجاز، الحجاز مفتوح. لا تدخلنا انت كمان دحين، الناس يفهموا غلط ويمنشلونا في تويتر يقول هذا يتكلم ولا ايش، لا تخلينا نجيب العيد دحين. احنا نتكلم قال الله قال الرسول، يا اخي ناس قاعد تسمع تقول لي مفتاح الحجاز، كرد ابوي ما مستحيل. والله انا احبه يا يوسف، والله اني احبه، بس ترى ازعجنا والله مره. يعني تخيل انت تقول قال الله قال الرسول والرجال مصمم مصمم، يعني يمكن انا لو قلت تطلعوا فوق تلاقي كم مره اتكلم والشباب يناقشوه كمان. اشغل الناس يا رجل، الله يهدي يا شيخ. والله يا جماعه الشاي مضبوط. شكرا بنت اختي جنى، الله يسعدك، ادعوا لها جنى انا الحب. خلصت الشاهي حبايبي، بالله عليكم اي واحد يتكلم في الكرد ولا في مفتاح الحجاز تمام روقونا، قاعدين احنا نقول حاجه مهمه عشان لما نقرا القران نتدبر.
في مسألة الأصوات، بس عشان يديكم فائدة، الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. ما سمعنا يوم من الأيام أنه النبي عليه الصلاة والسلام يجي قبل الصلاة لازم دحين أجيب مفتاح الحجاز، مفتاح الكرد، مفتاح يا عمي كانوا يقولوا الله أكبر الواحد في الوضوء، الحسين بن علي يصفر ينتفض يقول سأقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. كان عكرمة ابن أبي جهل رضوان الله عليه يمسك يعني يضع ورق المصحف يقول كلام ربي، يبكي كلام ربي. في مسلم أبو بكر رضوان الله عليه كان ما يسمع له صوت من شدة البكاء، ها والله ما يسمع له صوت، ما يسمع له صوت. وعائشة تقول يا رسول الله يعني إن أبا بكر رجلا أسيف، مر أحدا يصلي بالناس؟ قال فليصلي أبا بكر. هو هذا، هذا الصح، إن واحد يقرأ الآيات ويبكي يتأثر. يعني خلاص سامحتك، صحنين معصوب. حبيبي نعود إلى موضوعنا، واجعلنا من أهل القرآن يا ربي، اغفر لنا وسامح صاحبنا، صاحبنا اللي هو حبيبنا. ممكن أعصبت شوية لأنه الحمد لله. نعود بس بالله عشان نربط المواضيع كده، ومين يلخص الكلام اللي قلته؟ يلا يا حبايب، أنا تكلمت عن نقطة إنه القرآن القضايا اللي ذكرها تدور كلها حول هذه القضية، قضية إيش؟ الجنة والنار، تمام؟ وإنه هذه الخسارة والفوز هنا بس، أما القضايا الدنيوية اللي تحصل فيها عتاب للنبي عليه الصلاة والسلام للصحابة لي هي ذكر المشكلة قد تحصل لأحدنا في الدنيا، لكنها ليست الخسارة الحقيقية، تمام؟ الخسارة الحقيقية أنت في الجنة ولا في النار، تمام؟ هذه القضية الحقيقية. لما تتربى على القضية الحقيقية في كل حياتك، أنت في حياتك الدنيوية سير ماشي سيدة، سير منضبط سلوكيا، الناس كلهم يعصوا إلا أنت. شوف معصية قدام عينك سهلة ما تقدر تسويها، لأنه فيش في قضية مهمة جدا أنت مربي نفسك عليها، قضية إيش؟ الجنة والنار، الغيب. أنا بعد القبر فين حروح؟ في القبر إيش حيصير لي؟ أنا ها الله سبحانه وتعالى دائما قضية. هذا الإنسان هذه أو هذه الفكرة تصنع مسلما حقا منتجا في كل المجتمعات، حتى المجتمعات الكافرة يحبوه. وصلت الفكرة؟ وصلت؟ إذا وصلت سووا كده، يلا حبايب إذا وصلت الفكرة سووا كده عشان أقول لكم القصة على طول. تمام، يا سلام. ممتاز، الله يفتح عليكم. انتوا الآن من تحط الجنة والنار في كل قضايا حياتك، حتى لما تسوق السيارة في جنة ونار. كيف في جنة ونار؟ ايوه، لما انت مثلا تسوي حادث مع واحد وانت الغلطان، انت الغلطان، انت عارف انك انت الغلطان، في جنة ونار. انتبه، ما تكون سيدة، انت تعرف تقول انا الغلطان. قدامك يحصل يخدع واحد يعني زبون مثلا وانت في متجر، ما تخليهم يخدعوه، في جنة وفي نار. شوف كيف القرآن يهذب، يخليك مصطلح مع نفسك تماما، ما عندك مشكلة. هذه الفكرة اللي بوصل لك إياها، لما تحط القضية الأولى الأساسية اللي يتكلم فيها القرآن الجنة والنار، حتتهذب حياتك تمام وتعيش صح، والناس يذكروك صح، وين خالفك كل الناس. بقول لكم القصة، الصحابة رضوان الله عليهم، هذه قصة ترى أنا تأثر فيها كثير كثير، خصوصا أنه القصة هذه تشبه أحداث لكن بمختلف المسميات، تشبه أحداث اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة رضوان الله عليهم بالذهاب إلى مكة معتمرين، اللي هم رايحين بعدين حصل صلح الحديبية. الموعد فين؟ الحديبية. فذهبوا الصحابة رضوان الله عليهم زرافات ووحدانا، في الرواية زرافات ووحدانا، يعني مجموعات وكل واحد يروح لوحده. تعرف أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحبوا الصيد، يعني بعضهم كان يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعد صلاة الفجر، كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع الصحابة
وبعد الأذكار يلتفت عليهم ويقول لهم مرة وبعد ما يقولوا الأذكار يقول مرة أمينكم رؤيا، فيجي واحد يقول له يا رسول الله رأيت كذا كذا فيفسر له إياها. وأحيانا النبي عليه الصلاة والسلام هو يقول الرؤيا، زي الحديث اللي في صحيح مسلم لما قال أتياني ملكان واصطحباني الحديث. فمجرد ما ينتهي الدرس حق النبي عليه الصلاة والسلام والجلسة الإيمانية هذه الإشراق وكذا، ينطلق بعض الصحابة للصيد ويذهبون، وبعضهم ما يعود إلا على الظهيرة في الظهر، وبعضهم ما يرجع إلا في منتصف النهار، وبعضهم ما يرجع إلا على المغرب. وها يدوب يلاقوا صيد في الشهر مرة مرتين. ويقول لك إذا صاد أحدهم أولم، أولم يعني جاب سوى وليمة، جمع الحبايب اليوم وليمة فلان صاد ذهب إلى الصيد وأتى، هذا الكلام في المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالذهاب إلى مكة. الله سبحانه وتعالى عالم أن الصحابة يحبوا، ها ركز، يحبوا الصيد، فابتلاهم في الشيء الذي يحبونه. الآن إحنا لما أحد لما يقول لبيك اللهم عمره ولبس الإحرام يحرم عليه صيد إيش، البر ولا البحر؟ يلا يا شطار، يحرم عليه صيد البر ولا البحر؟ يلا يا حبايب، يحرم عليه صيد البر ولا البحر؟ المحرم البر. شكرا تيما 522، شكرا والله الأسماء. طيب، يحرم عليه صيد البر، تمام. تخيلوا ذهبوا الصحابة رضوان الله عليهم، عشان أقول لكم قضية الجنة والنار، هذول تربوا في مكة على إيش؟ إن الأبرار لفي نعيم، وتربوا على إيش؟ إن المتقين في جنات ونهر، وتربوا على إيش؟ ولقد الله سبحانه وتعالى يقول ولقد نعلم، الآيات اللي هو في سورة قاف، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قريبين، اتربوا على هذه الآيات، فلما راحوا للمدينة المراقبة عندهم درجة المراقبة عالية. فلما راحوا في رحلة الحديبية إلى مكة يقول لك سبحان الله الصيد اللي كانوا يدوروا له شهور، يقول لك سبحان الله يمر من قدامهم كده، يعني الواحد لو مد يده مد يده ياخذ الصيد، الصيد هذا اللي يدور له شهر لو مد يده ياخذه. بس ليش ما يمد يده؟ أسألكم بالله ليش ما يمد يده وياخذه؟ يعني هو راح لحاله ما حد شايفه، لف يمين يسار زرافات ووحدانا ما حد شايفه، يعني لو أخذ الصيد هذا وسلخه وشواه وطبخه وشواه وأكله وصل المكة والله ولا حد داري عنه إلا مين؟ إلا الله. طب ليش ما ياخذ؟ أسألكم سؤال، ليش ما ياخذ؟ ليش ما يسوي هذا الشيء؟ ليش ما ايش اللي ما خلاه يسوي؟ ايش اللي ما خلاه يسوي؟ الجنة والنار، الله يفتح عليك الجنة، لانه هو فكر لو اخذت شيء محرم في نار. ايوه لانه يخاف الله انه يعذبه في النار، المراقبة اللي خلته يراقب انه الله سبحانه وتعالى لو اطلع على هذا العمل سيدخل النار، مراقبة الله سبحانه وتعالى. فانزل الله سبحانه، تخيلوا يقول لك الصيد يمر قدامهم قدامهم، يقول لك لو واحد مد يده، لو رمى رمحه كده، بس رمى كده رمح يعني يجيب حاجة، يمر من قدامهم بس ما حد قادر يسوي حاجة. تربوا على آيات الجنة والنار في مكة. فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، نداء، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله، ليختبرنكم الله، أيوة اختبار، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، حنبتليكم بصيد يمر قدامكم. طب ليش يا ربي؟ ليعلم الله
ليعلم الله ليعلم الله من يخافه بالغيب ليعلم الله من يخافه بالغيب. ركز على الكلمة هذه، الغيب اللي فيه الجنة والنار، الغيب الله سبحانه وتعالى ملائكته، ليعلم الله من يخافه بالغيب. في غيبك تذكر الغيب الأعظم، الجنة والنار، ليعلم الله. قرب المشهد ده على حياتنا الآن، الآية نزلت قبل 1400 سنة، ها خلينا نقربها على حياتنا، صح؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. قفل الجوال الآن، تقدر تخش على أي موقع تتفرج، صح؟ على أي حاجة تغضب الله سبحانه وتعالى، صح؟ تقدر تتكلم مع أي أحد في كلام ما يرضي الله سبحانه وتعالى، صح؟ تقدر إنك أنت تروح مكان يغضب الله سبحانه وتعالى، صح؟ تقدر إنك أنت تروح في مكان يعني يعصى الله فيه سبحانه وتعالى، صح؟ تقدر أنت الآن تقفل الجوال، تقدر تسوي كله تقدر عليه، بس اللي يمنعك إيش؟ ليعلم الله ليعلم الله من يخافه بالغيب. تلاقي صاحبك خويك الروح بالروح يسوي كل حاجة انت ما تسويها وانت تقدر. تلاقي صاحبك بس انت عندك ايش؟ قضية جزء عمى وجزء تبارك. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صاحبك يسوي، لا لا أنا ما أقدر، لا تحسني ضعيف ما أقدر، والله أسوي اللي أنت ما تسوي، اللي أنت ما تفكر، اللي أنت ما تفكر تسويه أسوي أقدر، بس لا في جنة وفي نار، معلش شكرا. أنت قوي الله يعينك، لا أنا مع ربي إن شاء الله سبحانه وتعالى، أنا ضعيف والله ضعيف، أبغى ربي يغفر لي، ما أقدر أسوي الشيء اللي تسوي. أنت تشوف نفسك بطل، كويس شكرا، أنا ما أقدر، أنا أبغى ربي سبحانه وتعالى، أبغى الجنة. وصلت؟ يربيك القرآن آيات الجنة والنار على لذلك. دعوة الآن، دعوة في ما شاء الله 500 الآن مشاهد، دعوة أدعوكم اللي مو حافظ القرآن يبدأ اليوم في حفظ جزء عمى وتبارك وجزء الذاريات تدبرا. تدبرا يعني كيف تستشعر أنه رسائل الله لك أنت، عشان انت لما تيجي تفتح مثلا تحس نفسك انك انت مثلا ضعفت، وان المعاصي صاحبك او صاحبتك قالت لك تعالي نروح مكان فلاني، وانت خلاص على شفير هذا، تيجي آية كده سبحان الله. اذكر لكم قصة ذكرتها احد الاخوات من بناتنا، من اخواتنا اللي الدنيا الآن مفتحة قدامهم، يعني شبابنا وبناتنا، يعني تقول يعني شوفوا كيف القرآن يأتي بلا موعد. يا الله يا الله، الله يثبتهم ويهدي يعني من خرج عن الطريق يا رب، شبابنا وبناتنا. تقول لي صاحبة تدعوني ليل نهار إلى تجمع مش كويس، يعني ما بقول الكلام اللي زيادة على اللزوم، انتوا عارفين يعني، صح يا شباب؟ عارفين تجمع مش كويس، يعني صاحبتي في الجامعة تزن علي يعني إلا كل أسبوع، نهاية أسبوع يلا نروح يلا والله مبسوطين، شوفي الهدية الفلانية، شوفي تصور لها، شوفي كيف، شوفي إحنا كيف البارح. تقول دعتني نفسي، وهذه الأخت ترى ما هي حافظ قرآن، عادي إنسانة عادية يعني سبحان الله، بس تحب الله وتعرف الصح من الغلط، تمام، وتصلي أمورها طيبة، عندها معاصي، تسمع أغاني، تتفرج مسلسلات، عندها معاصي لكن عندها مبادئ، عندها قيم، تمام. تقول مع الزن وكذا في لحظة فراغ قلت لها طيب بجي معاكم، نسقت كذا ربط أمورها وطلعت السيارة أوبر، تمام. يقول صاحب الأوبر هذا مشغل القرآن، تقول أنا من جوا مكظومة وهم مبسوطين إني جاي أنا ومعي هذه، جاتني مرتني البيت بعد رحنا أوبر مع بعض. تقول سبحان الله أسمع سبحان الله الآيات جات، يا الله والله الآيات عظيمة. فإذا جاءت الطامة الكبرى
يوم تقول البنت قاعد اسمع الايات يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. تقول هذه الآية الثانية اللي اتخذ فيها قرار. وأما من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تقول هي كاتبة جلست أبكي فطلبت من راعي الأوبر يوقف أقرب بقالة فنزلت تقول ها وقلت صاحبتي ترى أنا راجع البيت ونهت النفس عن الهوى. والله القرآن يأتي يربيك القرآن يضبط لك أمورك ما يحتاج واحد يقول لك لا تسوي يفعل ونهى النفس عن الهوى ونهت نفسها عن الهوى. والله إن صدقت مع الله ستكون الجنة هي المأوى. أعمال بسيطة تدخلنا الجنة بس ننهى النفس. شفتوا كيف القرآن يربي؟ قضية في جنة وفي نار. قضية أيوة ما يحتاج إن الله أتكلم معك كثير في هذه المسألة. تمام؟ لذلك أهل المعاصي الآن إيش يسووا المحترفين؟ يحاولوا يبعدوا عن هذه القضية، يحاولوا إنهم يبعدوا عن الجنة والنار. لا هذا مو حرام أصلا، فهو بيسلي نفسه إنه مو حرام عشان يفعل الشيء هذا، بس هو حرام. يعني يقول لك هذا لا تقول لي حرام، يخاف هو بس من شدة تعلقه بهذا المحرم يقول لك مو حرام فيشرعن الباطل. والله القرآن فيه كل شيء يا جماعة، القرآن فيه كل شيء. أنا أقول لكم قصص زي كده تبوه؟ والله أقول لكم ترى كثير عندي، ما أقول لكم قصة ثانية. إذا تبوا قصة ثانية أتمنى من أخواتي اللي يتابعوني الآن، أخواتي شقيقاتي، كاسة شاهي عشان البث اسمه شاهي مع حمادي. نزل الشاهي حكمل لكم القصص، ما نزل الشاهي مع السلامة. شكله الموضوع موية، انقلب موية يا جماعة، عاد سامحوني. طيب تسلم يا مصطفى، أحلى شاهي. طيب أقول لكم قصة يا جماعة، والله أنا ما أحب أقول القصص هذه بس هذه قصة قديمة، يعني إن شاء الله أنه يعني صاحبتها أنها تكون خلاص يعني ما تتابعني مرة. والله أذكر مرة من المرات، يعني أكون معاكم صريح جدا، قبل 5 سنوات، لا والله إيش 5 سنوات، يمكن 7 سنوات. المهم جاني اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ أحمد، تفضل يا أختي. والله وتقول القصة وهي تبكي، يعني قصة أنه هي تشتغل في مكان وكذا، المهم تعلقت في شخص شغال في ذات المكان وهي متزوجة أو هو متزوج، وحصل الله يبعدنا يا رب ويجينا. المهم سبحان الله أنا يعني ما قد حبس اللسان عني، يعني حبس اللسان ما قدرت أتكلم، ماني عارف إيش أقول. فهي الضمير عندها يعني جدا يأنبها، هي امرأة فاضلة وكيف كيف حصل هذا الشيء. تمام؟ فأنا والله سبحان الله تذكرت إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يوعظ كان يوعظ بالقرآن. فأنا والله مسكت التليفون كذا كذا سبحان الله، يعني ما قلت بسمعي ولا شيء، قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ولا يزنون. أنا أذكر وأنا أعيد الآيات هذه الأخت تبكي بكاء يعني. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. يا الله يا الله أي فرحة أصابتها، كانت في ضيق ما يعلم بها إلا الله، وتجي الآيات تخوف تخوف ثم تفتح باب الأمل. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أذكر إني أنهيت المكالمة على هذه الآية وصوت البكاء يعتلي، قلت السلام عليكم خلاص وصلت الرسالة. أنا على نفسي تأثرت بس ماني ما لقيت إلا خلاص يأتي القرآن، كفى بالقرآن. بعد فترة شهر جاتني رسالة أبشرك من ذاك اليوم وأنا مع هذه الآيات أعيدها أكررها انتهى الموضوع. شفت كيف القرآن يربيك يربيك يخليك يعني الضمير حقك هذا يأنبك يجلدك، لكن يفتح لك باب رحمة عشان ما تخسر نفسك تجلس بس كده متشائم انه خلاص ما حتخش الجنة، لا يخليك يهذبك ويخليك تدخل الجنة بانك تعرف فين رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن. اقول لكم قصة ثالثة ولا خلاص؟ أقول لكم قصة ثالثة. هذه قصة خطيرة، مو خطيرة، لا لا مو خطيرة. أنا أسأل الله يتوب علينا وعلى شبابنا يعني. روح الموية. خلاص هذا أختم بها القصة، بس أوصل لكم الفكرة إنه شبابنا بناتنا فيهم خير. بس لازم نربي أنفسنا نربيهم على قضايا الجنة والنار الجنة والنار الجنة والنار الجنة والنار. مرة من المرات في حينا هنا في استراحة، تمام؟ أنا كنت وقتها يوم ربوع قاعد أدور استراحات بأخذها لأهلي. المهم وبالغلط طبيت في استراحة مشبوهة، شباب استراحة مشبوهة، تمام؟ استراحة شاب نازل وبيت نازلة، تمام؟ استراحة مشبوهة يعني، تمام؟ حتى الحارس لما شافني انفجع طوع ده. المهم فأنا خلاص يعني قلت للحارس أبغى الاستراحة، والله كده قلت له من جد أبغاها دحين. فهو تلكلك قال لي هذا حين ايش فيه، انا ما اقدر انا ابغاها انا مدري. ترى اقول لك اديني رقم المالك انا بتصل عليه بالاستراحة دحين. انا اتبهلل طبعا ابى اشوف ايش بعدين قال لي والله انا ما اقدر. قلت له ابويا فيها مستاجرين ولا؟ قال لي ما في. طب انا اقول مو معاني شفت شيء مو ما يرضي الله ولا رسوله يعني 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 ايش يسموه قرينة قوية يعني لنسأل الله سبحانه وتعالى. المهم رحت للحارس، طبعا اتصلت عليه رحت له العصر كده. الله يستر علينا وعليهم، الله يستر علينا وعليهم، سترناهم بستر الله سبحانه وتعالى. رحت للحارس قلت له السلام عليكم اديني رقم الشاب اللي استاجر منك الاستراحة. ما حد استاجر ما ادري. قلت له شوف ترى اروح ابلغ عنك ترى ايه. انفجع الرجال قال لي تفضل. أخذت الرقم، والله يعلم الله إني أنا لست متسلطا عليه لكن أخوي أخوي اللي أخاف عليه يعني. أنا سبحان الله حضرت الرقم رحت صليت مسجدي. لا لا ما جبت العيش، العيد ليش جبت العيد؟ من جد الموضوع خطير يعني.
المهم روح صليت مسجد سبحان الله ونسيت الموضوع مع الاشغال وكذا. بعد العشاء سبحان الله عدت من الشارع، اوه خوي انا ذا، السلام عليكم، اتصلت عليه. وعليكم السلام، شاب حبيب. قلت له كيف حالك؟ بخير، كيف امورك؟ قال لي والله بخير. قلت له اسال الله سبحانه وتعالى الذي علمنا وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، أن يرزقك مراقبة. تقول آمين. الرجل سكت تبلم. قلت له أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علي وعليك. قول آمين. الرجل سكت. قلت له أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنبي وذنبك. الرجل سكت. قلت له أنا أخوك، لا تعرفني ولا أعرفك، لكن والله اني خايف عليك، والله الذي لا اله لو ما اتصلت اني اتوصى عليك ولا اني اراقبك ولا اني، لكن المؤمن انت اخويا يعني، تمام، انت اخوي، انت زي اخوي الصغير، ترى انا شفتك وانت زي اخوي الصغير، الله يبي يتوب عليك ويدخلك الجنه، انت لازم تفكر في هذه القضيه. والله يريد ان يتوب عليكم. الله سبحانه وتعالى ما يبغى يعذبك، ما يبغى. فجالس أقول له الكلام هذا وأقرأ عليه قرآن، والله يا جماعة أنا بس أقرأ قرآن، أقرأ قرآن. قلت له آية، سكت هو. قلت له شفت أنت قاعد، يعني أحيانا الواحد يظن نفسه أنه هو متخفي، لكن كل الأشياء اللي أنت تستمتع بها هي اللي حتشهد عليك. يعني أول ما ينطق من الإنسان فخذه، ها، والجلود هذه. فقلت له اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون ويكسبون ويفعلون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون، فين بتروح أنت عن هذه؟ أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الولد في هذه الآية خصوصا سكت، والله يا جماعة ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. بعدين قالت له يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. السلام عليكم. بعد فترة جيني رسالة دعاء، الله يوفقك، الله يسعدك، الله يرضى عنك، الله يستر عليك، أبشرك أنا خطبت وتركت الطريق هذا شوفوا يا جماعة طريق القرآن كيف؟ قرآن بس خلاص. انت تبي تنصح اي احد بس دي ايات القران، ما يحتاج انك انت تتعمق معه، افعل كذا سوي كذا سوي كذا، تمام. الله يجعلنا واياكم من اهل القران، قولوا امين. الله يهدي شبابنا وبناتنا واصلحهم يا رب في هذه الساعه. من اتاك تائبا نادما قد فعل ما فعل، يا رب يا من يقبل التوبه، يا من قلت وهو الذي يقبل التوبه عن عباده يا رب ويعفو عن السيئات، اللهم اعفو عنهم واغفر لهم وتجاوز عنهم. اللهم إنهم يحبونك، اللهم إنهم يحبونك، اللهم فارزقهم البعد عن هذه المعاصي، اللهم ارزقهم بغض هذه المعاصي، اللهم واجمعنا بهم في مستقر رحمتك يا قوي يا عزيز يا رحيم يا رحمن يا لطيف. اللهم اجمعنا جميعا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اكرمنا بالسلام عليه والجلوس بين يديه. اللهم يا رب يا ذا الجلال يا ذا الكمال، يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا، يا من يعلم السر وأخفى، اللهم ما عصيناك استخفافا بقدرتك اللهم، لكن الدنيا طغت علينا يا رب، أفسدت قلوبنا اللهم يا رب، لا نحل الحرام
اللهم لا نحل الحرام، معترفون، مذنبون، مقصرون، فاغفر لنا وتجاوز عنا. اللهم قلت وقولك الحق، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اللهم اعترفنا، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى منك واجب أنك ستغفر لنا، فاغفر لنا وتجاوز عنا. اللهم قلت يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني فغفرت لك ولا أبالي، فاغفر لنا يا رب، اغفر لنا وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. شكرا لكم، الرسالة وصلت صح؟ احفظوا جزء عما وتبارك والذريات، واستشعروه معاكم في كل حياتكم، وستجدون حياة أخرى منضبطة كويسة. حبايبي يلا ادوني أسئلتكم عشان نبروح نجلس عند أمي ونتقهوى. يلا طيب، اللهم صل وسلم. أسئلة كثير، أنا ماني قاعد كل يوم بيكون في بث. لا والله يا مصطفى، لا يا حبيبي. يا شيخ أبشر بالمعصوم بس خليه يوم الجمعة القادم، هذا إنسان. شيخ ماني ترجع الخاص، والله سامحوني مو كثير يا عشان شيخ. أخوك عبد الله مين؟ عبد الله، أوه عبد الله حبيبي، والله يا أخي انت وحشت يا شيخ عبد الله. ان شاء الله نزوركم يا شيخ عبد الله باذن الله، لنا لقاء قريب ان شاء الله. طيب طيب، اذا بنت تحب شخص تبغاه بالحلال بس هو مطوع من متابعينك، ايش تنصحني؟ اقول له يا اخي انت الله يهدينا ويهديك، روح اتزوجها. مالي صلاح. مالي صلاح يا جماعة، أنا مالي صلاح. كلام هذا خطير، مسألة الحب وما الحب، وهذا التعلق ترى خطيرة. أحيانا يعذب الإنسان بالشيء اللي يحبه لما يتجاوز الحد إلى قضية ينشغل على العبادة وا 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 وا. المشكلة أن أحيانا يكون مداري عنك يعني حتى. طيب مالي صلاح، أنا مالي صلاح، سيبوني بالله من الحب. أنا أحب الله ورسوله، وأحب زوجتي، وأحب أمي، وأحب بزورتي. دخلونا في الحب، ما الحب، الأمور طيبة يا حبايب. أحبكم والله، أحبكم كلكم. يا شيخ ليه ما ترد سناب؟ والله أرد بس تعرف الرسائل كثير. كيف أثبت على حفظ القرآن لين ما أختم؟ تثبت، ترى في أنواع كثيرة لأنك خليك تثبت. واحد شو اسمه، صحبة طيبة، تحدد مقدار معين وتخلص النية لله سبحانه وتدعو ان الله يعينك وما تتكل على نفسك، وفي مدرس كويس يتابع وراك كويس. طيب ليش ما تفسر بعض الصورة يا شيخ؟ ان شاء الله، بس انا لست مفسرا لكن حب القرآن. شيخ تفعل من حكم سماع الاغاني، اغاني حكمها معروف بس في ناس بدوا يألفوا، ما لي صلاح. المهم انا رجعت ربي، حكم السلاسل الرجال حكمها معروف بس في ناس يألفوا، ما لي صلاح. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر. راحت الأسئلة. الله يا جماعة. طيب صحبة طيبة ده برنامج نلاقيه فين؟ صحبة طيبة ده برنامج، ده مو برنامج، هذا يعني ايش يعني؟ يعينوك على البرنامج، مو برنامج، هم مو برنامج يا شيخ. اجر الصابرين، طيب والله اجر الصابرين، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، تخش الجنة بدون حساب. الشيء في شيء اليوم ممكن، والله ممكن. شكرا يا جنى. طيب
طيب قلت لك كيف ثبت حفظك. شيخ نبي قصة مريم إن شاء الله بإذن الله. شيخ حكم تأخير الصلاة عشان جواز الاستحباب؟ لا والله أنا أشوف إنك تصلي في وقتها. كل شيء مالي صلاح. إيه والله كل شيء مالي صلاح في الزمن ده، كل شيء مالي صلاح. حاول إنك أنت تأخذ، شوف نصيحة محب يعني. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات. ترى الناس تعرف الحلال وتعرف الحرام، التبيين عشان لا يفقد الناس عدم معرفتهم بالحكم، الجيل الجديد خصوصا. لكن أحيانا في أمور واضحة جدا، مثلا الواحد يحاول يسأل يثير كذا يعني، بيشوفك أنت تسوي حركات كذا يعني، فأنت تسوي نفسك مجنون وتقول مالي صلاح أحسن لك عشان تمشي الحياة، بعدين يوم القيامة نتفاهم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله ننزل فيديوهات كثير إن شاء الله. بصلي مهموم ومخنوق، شو الحل؟ صلي صلاة خاشعة. الأخت تقول أنا مهموم، صلي صلاة خاشعة، طولي في السجود واستشعر إنه هذا الموضع هو أقرب ما يكون العبد لربه سبحانه وتعالى. يعني أنت تساجد الآن تقول يا رب الله يسمعك، لبيك عبدي، والله ما ترفع راسك من السجود إلا وإنت مرتاح. طول في السجود، السجود هذا الملجأ الآن في هذا الزمان الغريب. طيب احفظ البث، والله أحس نشوف إحنا من أخونا أبو مفتاح قسونا عليه في الكلام صح، فما ينفع يشوف البث مرة ثانية، فإن شاء الله نعيد مرة ثانية الموضوع هذا. الله يرزقك 10 مليون، 10 مليون بس. طيب يا أخي قول. طيب الجميل الصديق أحمد دائما منور. أوه الشيخ حاتم ظهران، والله أنت اللي منور، أنت اللي نستفيد منك يا حبيبي، أنت بتاع كله يا أبو جواد، تسلم يا حبيبي. مفترض إحنا نترك المكان هذا، أبو جواد يتفرج عليه، هذه نعمة. يا شيخ نخاف من سخط الله يعم عن انتشار الفساد والفتن؟ لا، ثم الله سبحانه يقول وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، تمام؟ يعني وبعدين الله سبحانه وتعالى جعل في ميزة إنه الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ينجيهم الله سبحانه وتعالى، ونجينا الذين كان في الآيات ينهون عن السوء. شوف قلبك، إنكار المنكر 3 درجات، باللسان أو شيء باليد، باللسان، بالقلب. الحين في بالقلب كثير يعني، تمام؟ تبي قلبك ما ينكر المنكر، تبي مشكلة. حبيب الله يسعدك انت النور، كونوا بخير، انت كون بخير يا شيخ. ايش الكلام الجميل هذا يا شيخ، انت انسان الله. الشيخ حاتم هذا رحيب رحيب رهيب يعني. طيب لا تزر وازرة وزر أخرى، قصدك أنا ما هتكلم في الكلام هذا عشان لا تجيب العيد. أنا أمي تقول لي دائما أحمد لا تجيب العيد، قلت لها طيب يا أمي، فأنا ألتزم كلام أمي. شكرا أمي، دائما تراقبني تقول لي أحمد لا تجيب العيد، أبشر. فاللي يحاول إنه كذا ها انتبه، ترى والله أمي تدعي عليك والله. الله يغفر لنا ويتجاوز عنا، نقول امين. طيب سلطان حبيبي ما دخل نتقابل، مين هذا؟ عمر الاهدل. اوه يا عمر، وحشني يا عمر والله، وحشني يا حبيبي، وحشني ما شاء الله تبارك الله. لازم ضروري يا عمر، والله ضروري مع الشباب كذا شوف لنا تمرين كذا ان شاء الله باذن الله، تمرين ومعصوب تمشي الامور. طيب ايش كمان شيخ عندي سؤال، تفضل او تفضل ما ادري والله. والله كويس امي تتابع ترى، يعني امي قاعد تقرا كلامكم اللي قاعدين يدعوا لامي، والله الله يجزاكم خير، الله يتقبل دعواتكم ويسعدكم يا رب زي ما تسعدوها. ما هي أولاد الرزق من حصل عن السلطان؟ ليس معاك والله، كيف الطريق؟ والله نتشرف يا
ما أدري إيش اسمك أنت. والله نتشرف، الشرف لنا حبيبي. طيب 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 لا ما فسر أحلام والله. حياك الله يا عبود المهزوم اللي فاز بالهيامة فاز. طيب طيب تعال السلطنة إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. الشيخ حزاع هناك حبيبنا. طيب ان شاء الله باذن الله يا مصعب، مصعب اليوم باذن الله. الله يسعدك يا ام احمد حمادي. اللهم امين اللهم امين. والله الشاي تاخر يا شيخ. انت هلاوي يا رجل، ايش بك انت؟ جيب لنا الكلام انت. ما احب اتكلم عن ميول الرياضي يعني. ترى والله ما شجع احد. حبك الله يا حبيبي، حبك الله شيخ. متى بتعزمنا على كاسة شاهي؟ ان شاء الله قريبا بيك تجي الامارات ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. اخبارك مع الميرة؟ والله انا ما تركت الميرة بحكم البعد وكذا وانشغالي بعض الامور، لكن الشباب ما شاء الله هناك شغالين على قدم وساق، ومن يراهم يسلم عليهم يعني. ما في شيء يحفظ البث. لا لا حبيبي والله احنا قسونا عليك في الكلام، الا اذا انك انت تشوف الموضوع عادي فما في مشكله. شيخ الفرعون هذا من الاسم الاخر. طيب ايش مركزك في الكوره؟ شوف تمرين لنا وبعدين اوريك المركز ان شاء الله تنبسط مني. اعجبك والله اعجبك. انت لاعب الحين جينا للتاريخ الكروي. الجماعه الرياضيين اهدوا شويه. ماسك مسجد والله ابحث، بس انا المشكله نفسي ابحث عشان براجع وردي براجع الحفظ. المشكله ايش؟ انا ما حستمر طويل في جده يعني، في اي لحظه التعليم يقولون ارجع المدارس، فحروح فين؟ طريف. فصعب ارتبط مع ناس وما اوفي معاهم الا شهرين يا رب، فما اقدر والله. حرامي باب انت، حرامي باب. أنا مكاني معروف، أسأل عني يا حبيبي. طيب نخس. طيب كيف أكون إنسانة صبورة؟ اقرأي آيات الصبر في القرآن، واقرأي عن صبر النبي عليه الصلاة والسلام وصبر عائشة. شوفي هذه تمدك بقوة. تمام. بالتكرار. كيف تراجع وتثبت حفظك؟ بالتكرار والصلاة بما حفظته. الصلاة سبحان الله تثبت الحفظ يا شيخ. تجي الأحساء بإذن الله، أجي الأحساء بإذن الله، أنا حبايب كثير في الأحساء. متى أعظم سيرة؟ إن شاء الله قريب يعني. ممتاز السؤال هذا، هذا من أنفع الأسئلة. عندنا برنامج يا أحبة في السيرة، عن السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. دائما الشباب يقولوا لي نبغى قصص الأنبياء. واضح النوم صح؟ طيب قصص الأنبياء وكذا. فأنا والله العظيم نفسي أحب قصة النبي عليه الصلاة والسلام كثير يعني، وهي أعظم قصة. فالتصوير أحيانا يكون في وقت يكون البزورة فيه نايمين الأطفال وكذا. أنا ما أبغى الشغل هذا، أبغى شغل مرتب حتى في المكان، أحيانا في السيارة مع الظلمة الآن لا. فأخذنا مكان كذا شوية كويس الحمد لله في التصوير. قاعدين نبوي بوينا يعني، وقاعدين ناخذ أثاث، تعاقدنا مع كذا مؤسسة يعني يجيبونا إضاءة، يجيبونا حاجات كذا تنفعنا إن شاء الله في القصة. فحننطلق من هناك إن شاء الله من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن شاء الله تكون الموضوع يعني إن شاء الله يكون الموضوع جميل ومناسب للجميع. أسأل الله أن ييسر لنا الخير يا رب. واضح النوم صح؟ يا حبة تفهم الواحد يقول لك واضح النوم ايش يعني؟ واحد يقول لك واحد مثلا يتثاوب يخبي التثاوب عنك، ايش تفهم انت؟
ايش اتوقع انكم اذكياء وتفهموا ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى الفكره. واحد انسان دخل يعني يتثاوب بعيد عنك، يعني يحاول يغطي يده كذا ويبعد شويه ويتثاوب، ايش يعني؟ يعني جوعان، هذا بلوك، خذ راحتك روحنا. ايوه هذا فاهم، طرده طرده. لا انا والله ما اطرد احد، الله معكم. يا سلام ممتاز والله، متابعين يعني روح ناموا. يا سلام ممتازين ممتازين، الله يبارك، ما شاء الله ما شاء الله. لا ماني فاهم، ماني فاضي لكم. لا يعني مو ماني فاضي لكم، احبكم بس انه لازم اروح انام. انا انسان اصحى الساعة يعني اصلي الفجر وخلاص عليها الى الان. يا حبايبي الله يسعدكم، والله شكرا والله شكرا. انا الانسان يعني الناس المتفاهمين هذول، انا اغبط صراحة عليكم. في ناس تفهم على طول بس من اشارة، يعني ما يحتاج تذكرها، ما يحتاج تقول لها لو في واحد تثاوب كذا من اول، هم يقول لك مع السلامة مع السلامة خلاص روح نام. احسن متابعين والله، اشكركم وانا افتخر فيكم كثير صراحة. وشكري ححول على سناب على الانستغرام، انتوا يعني بس بالله ابغاكم تدعوا لهذا خوينا ابو مفتاح. بالله ادعوا له، والله انا يمكن قسوت عليه بالكلام. حبيبي مفتاح انت معانا؟ ابو مفتاح يا حبيبي انت، يا اخونا مفتاح الحجاز، والله ضميري يا النبي صراحة. اي والله صادقين، بس هو كمان خلاص خليه ساكت. يا حبيبي يا مفتاح الحجاز انت، يا جماعة بالله ادعوا له مفتاح الحجاز. يا شيخ تبغاني امول حجازي دحين؟ عادي، مفتاح الحجاز، مفتاح الكرد، مفتاح ايش تبغى قول لي، انا اسوي لك يا دحين ايش تبغى. مفتاح الحجاز صدقني اللي تبغاه اسوي لك اياه. انا صراحه ما بتكلم مع احد الا مع اخونا، لانه هو صاحب يعني الشان الان، اي شيء انا بسويه ان شاء الله. لا لا ما خرج ان شاء الله، ما خرج، موجود ان شاء الله، الرجل سامح وكذا. يا حبيبي الأخ الفاضل إن شاء الله ما راح، إن شاء الله ما راح. يا جماعة اللي يعرفوا بالله يقولوا تعال، والله أحبك في الله حبيبي، قول لي إيش تبغى بس، انت قول لي ايش تبغى انا اسوي لك، عشان كذا انا اشعر ان لما اروح انام انام وانا مرتاح. قول لي حبك الله يا حبيبي، شكرا والله، انت انسان طيب وقلبك ابيض ما شاء الله. يعني انا يمكن ايوه موجود الشيخ، هو قاعد يكلمني دحين من التو، بس ابغى اقول له يعني ايش يبغى اقدر اسوي له اياه عشان انا ارتاح نفسيا. يلا يا حبايب الله يعافيك ويديك الصحة والعافية. لا والله أنا الحقية لأخوينا صاحب مفتاح الحجاز،
يلا يا أحبة. والله أنا قاعد أنتظره، هو أي حاجة يكتبها هذا يطلبها أنا بإذن الله سبحانه وتعالى أنفذ له إياها. بس أهم شيء إنه هو إيش يعني ينتبه لأمرين، يعني الأمر الأول إنه يفهم قضية القرآن، الأمر الثاني يسامحني يعني. الشيخ شرف الشريف موجود معنا، الشيخ شرف موجود مع الجميع. الشيخ شرف اللي بيسوي يبغى إعلان يسوي له إعلان على طول دحين ما شاء الله. سعود ححذفك ترى، لا تتكلم عن مكيف بيتنا. يلا يا جماعة الأخ الفاضل فينه راح؟ ترحيب يا أحبة بالشيخ شرف، الشيخ شرف مسوي معايا جيست إن شاء الله إلى ما يجينا الأخ الفاضل. الشيخ شرف، الشيخ شرف، شرف الشريف، أبواك تحفظ البث حبيبي يا شيخ أحمد. والله مسامحك. طب يا طب الله يسامحك، شكرا شكرا يا حبيبي، أبشر، جزاك الله خير حبيبنا، رفع الله قدرك وجزاك الله خير. الآن انتهينا من موضوع أخونا الفاضل. لا لا موجود موجود، واحد يقول يمكن نام، لا موجود. طيب الشيخ شرف، الشيخ شرف حبيبنا يوصل يا حبيبي، يوصل أبو طالب يا حبيبي يا محمد، ترى عبد الرحمن يذكرك بالخير كثيرا يا حبيبي يا شيخ محمد يا حبيبي أبو طالب من آل البيت ما شاء الله. الشيخ شرف، نكرر النداء للشيخ شرف إن شاء الله بإذن الله. نديك 10 ثواني وإذا ما طلعت حنختم بقرآن ونتوكل على الله. واحد، اثنين، أعطينا موال يا شيخ. لا يا شيخ مفتاح هدي نفسك بالله يا شيخ مفتاح. أوكي يعني أنا قلت لك قول أي حاجة، بس موال فين يا شيخ يا شيخ مفتاح؟ جيب حاجة حجازية نشيط موال يا قلت لي خلاص الله يسامحك وما ادري، بعدين قلت لي موال، والله زعلتني والله. يعني انت كمان مو اي كل يعني توقعت الطالب يكون مظبوط. طيب يلا مو موال، نقول حاجة كده، ايش نقول دحين؟ طيب عبال ما يجي الشيخ شرف ندور لأخونا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيش نقول؟ هذه ممكن بالحجاز ترى، هذه ما أدري والله، ما أدري هي بالحجاز ولا. أمزح معاك يا شيخ، أنت إيش بك أنت؟ والله الأخ الفاضل شكله مكبر الموضوع مرة. أبى أقول لكم حاجة بس ما حد يحفظها، طيب عشان أخونا كده يمكن هذه فيها لون من الألوان اللي هو يبغاها. يعني يقول الشاعر: صلاة الله ربي ذي الجلال على نور الهدى باهي الجمال، وتسليم من المولى القدير على طه المكمل بالكمال، على طه المكمل بالكمال. هيا أبو مفتاح، فجبنا مفتاح الحجاز ومفتاح الرست ومفتاح كلهم جبنا لك إياهم، افرح يا عمي انبسط، روح نام يا شيخ، جبنا لك بالحجاز والله ما ادري ايش قلت انا. صلوا على النبي بس، اللهم صل. الشيخ شرف، اللهم صل وسلم. الشيخ شرف يا ابوي، اتصل عليك ولا ايش اسوي لك انا؟ الشيخ شرف الناس كلهم يبغوك. ده خالد حبيبي، ما هو ما يطلبه المستمعون، احنا نبغى اخذنا فائدة عن القرآن، بعدين جاء اخونا مفتاح قلبنا كده قصيدة، الان نبغى حاجة كويسة يعني. الله يفرج همومنا همومكم يا رب.
حبيبي والله خلاص الحمد لله انا كده مطمئن اني سويت اللي علي. خلاص جابوا مفتاح يا حبيبي انت. قصدك الشيخ شرف. ادعي للاهلي، انا مالي صلاح، شوف لا تدخلنا في مشاكل مع الشباب المشجعين. طيب يا حبايب، يبدو ان الموضوع حيطول، والساعه عندنا الان في المملكه العربيه السعوديه 11:35 تشير الساعه، والاخ الفاضل شرف كده يدخل فجاه ويطلع، فما حيكون موجود يعني. طبعا الشيخ شرف بقول لكم حكاية عنه. الشيخ شرف هذا كنا احنا في حلقة تحفيظ، تمام، مدرسين، انا عبد الله الغامدي، كنت اعرف ابو سلمان، واحب عبد الوهاب عجاج، عبد السلام الحربي، احمد ابو شام، محمد عمر، ابو يوسف، استاذ راجل الولادي. هو شرف كان هو المشرف على المركز الصيفي هذا، ان شاء الله يجي. المهم حصل انا مشرف مجموعة ابتدائية، وفريقي كل شوية ينهزم. في فريق استاذ رايد ما شاء الله تبارك الله، البرازيل ما ينغلب من بداية المركز الصيفي، ما ينغلب. الفريق اللي تعادل معاه يعتبر بطولة، تمام. انه انا قلت احنا عندنا في المركز الصيفي كيف تاخذ انت الاسرة الرائدة؟ عندك ثلاثة حاجات، الدوري والمسابقة الثقافية وعندك المقر، افضل مقر نقاط له، وافضل واللي يفوز في المسابقة الثقافية تكون يوم الثلاثاء كده ياخذ نقاط، والدوري. تفوز في الدوري الامور الثانية سهالة، لكن الدوري كان محتكر، كان بس يفوز فيه فريق استاذ رايد، تمام. ف استاذ شرف مسكين كان تعبان في الطائف عند اهله وكذا، فكان استاذ رايد هو ماسك الدوري وهو يعني نائب استاذ شرف. فقررنا قرار، لان المدرسه كانت ايش، ما هي مسوره، اللي يسطح الكوره بلنتي، اللي يسطح الكوره ايش، بلنتي. وانا لاعب ضد البرازيل، هيأت نجومي، نجوم الفريق هيأتهم شباب، يا ذهب أصفر يا دم أحمر، اليوم يومنا، يفوت اللاعب، تفوت الكورة ما يفوت الزول، ما يفوت اللاعب. ابتدائية يا حبيبي والله، يسووا أي حاجة، تقول لهم تسبحوا يتسبحوا على طول، يسووا لك أي حاجة، بس أعطيهم باور كده وتوكل على الله. إلى شوية الأستاذ شرف لسه ما نزل، هو المفترض يبدأ معانا في هو المشرف، فتأخر وسلم الرياض المير الرائد هذا الأستاذ رائد البلادي، حبيبنا الأستاذ رائد. اول مباراة ابو سلطان ضد استاذ رائد البلادي، منتخب البرازيل ضد نادي، ما بقول نادي تزعلوا مني، المهم منتخب البرازيل ضد ضمك، نادي ضعيف، ضمك نادي كويس بس اقصد انه ايش، نادي في الدرجة الاخيرة، ويطقطقوا فينا اجسامهم ما شاء الله ابتدائية كلهم يطقطقوا فينا يلعبوا والله وكذا، طاق الهدف الاول، هذا الهدف الثاني، يا ابوي تمشي الامور شويه. سبحان الله، واحد ربي فتح عليه من فريقنا، ربي فتح عليه ما ادري يمكن، والمباراه مولعه كذا، ولا شويه ينبرش على واحد ويشوط الكوره هدف. بقي عن نهايه المباراه كم دقيقتين، قلت لكم لاعبين ضد البرازيل، تمام، لاعبين ضد البرازيل، مفترض نتطلص 9-7، ربي فتح علينا هدفين، قلت كويس ايش، بعدين لما نتناقر مع المدرسين نقول لهم هدفين وكذا مو 9. وشويه سبحان الله، هذا واحد من طلابي شاف الكوره سجل الهدف، صارت 2-1، لاعبين ضد البرازيل 2-1، والله نعمه والله نعمه. الا شويه احنا كان قانوننا ايش، قانوننا اللي تسطح الكوره ايش، بلنتي. واحد من فريق استاذ رايد، فريق البرازيل، مع اللخبطه كذا جات هجمه وشاطه سطحت الكوره. لو تشوفوا فريقي لما نسطح الكوره يسار، اقول لك كل الاسر قامت بالانتي بالانتي كل الفرق ما يبغوا استاذ رايد يفوز عشان فريقه وفريق النجوم، فكلهم متعاطفين معايا بالانتي، انا من الفرحه فرحه مسكت الشماغ قاعد الفلفه
ما فزنا لسه بلنتي. قاعد اقول بلنتي يعني لا، اليوم غير، اليوم احنا السعوديه والبرازيل، ايش بك انت يا ابويا بلنتي؟ الا شويه يجيك ذا شرف دوبو جاي من الطايف يطل فيها قال ما في بلنتي. ايش فيك ابو عبد الرحمن؟ لا خلاص ما في بلنتي. جايك طبعا، انا ما بتكلم في التفاصيل عشان لا يزعل مني. والله يا جماعة طول في كل الفرق كده وقفت، يعني كلنا فرحانين، المدرسة كلها فرحانة بلنتي. وده جاي من فوق ما في بلنتي، خلاص قررت أنا ما في بلنتي يا عمي. قلت له بعد المركز طبعا ما يصير أنت تغلط عليه قدام الطلاب يعني، بس طلعنا. قلت له أنت دحين جاي من الطايف تعبان تتحلم بأحلام وكوابيس تمام، وجاي مسخن وحالتك حالة تتخذ قرارات وإحنا جالسين نكرف كرف هنا، فريقنا كان بيموت، في طلاب كان بيبكوا خلاص يعني بيبكوا من القهر يعني، فما انساهلوا والله بعد يمكن 17 سنة 15 سنة ما انساهلوا أنه فريقي كان على الحق. يا أبو عبد الرحمن تيجي ولا نتوكل على الله يا شيخ؟ ولا كسر معنوياتنا، كسر معنوياتي انا ما عرفت اكمل المركز. حسبنا الله، استغفر الله العظيم، استغفر الله يوفقه. لا حبيبنا ابو عبد الرحمن، اقول لكم موقف ثاني ابو عبد الرحمن. شرف بلنتي والله يبغانا نسميه شرف بلنتي. اللي واحد يقول لي انت ايش، قال لي في مسجد، والله انا نفسي امسك في مسجد في الحمدانيه لانه انا ساكن في الحمدانيه لفتره معينه ان شاء الله، ربي سبحانه وتعالى يكتب لنا الخير ان شاء الله. طيب يا حبايبي والله اشوف انه الوقت اتاخر واخذنا من وقتكم الثمين، وابو عبد الرحمن شكله هذا مو داخل وعلى الله، فنقول يا رب ندعي ان شاء الله وتامنوا انتم قولوا امين، واسال الله سبحانه وتعالى انه يرحمنا برحمته ويكلأنا بكلأه، اختمها بدعاء ان شاء الله باذن الله. حبك الله يا حبيبي. شيخ طاهر روح لشرف يا شيخ، قول له تعال. شيخ طاهر يبغانا نسوي له لقاء ثاني ان شاء الله باذن الله، الشيخ من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى وصاحب صوت جميل. بس شرف اليوم حطينا عليه شويه نباش، والله عندي اشياء كثيره بس انا ابغى اتكلم عشان لا اكون ايش ساقبله يا خالد من جديد. والله يا جماعه طيب الله يشفينا ويشفيكم يا رب ويعافي جميع مبتلى المسلمين. طيب يا جماعة انتم مستانسين كذا، انا حس والله اني جالس انا مطول الموضوع. يعني في ناس يقولوا انت تتكلم لازم الشيخ شرف يجي يأكد الكلام هذا عشان يقول انت ما ظلم، اكون ما ظلمته يعني، قصدك انا اجيب روايات من راسي يعني، قصدك اني انا اتهم مين هذا اللي يتكلم يقول الكلام هذا؟ ترى لا نقلب دحين، كفاية القلب اللي هناك. مبسوطين؟ طيب انا مبسوط ان شاء الله. يمدي جني يهودي يلبس في، والله انا مالي صلاح والله. الله يبعد عنا شرور الجن والانس، قولوا امين. طيب شكرا يا حبيبي، شكرا شكرا. طيب وجهك يشع نور؟ لا والله هذا ترى الجبهة وفي عاكسات للانوار تمام، حتى في وفي ناس يتكلموا ايش هذا اللي في جبهتك، هذه من اثر السجود واثر يلا يا رجل. أنا من النوع اللي ما اهتم مثلا بهذه الأمور، أنا من النوع اللي أحس إنه الرجل يعني كويس صح يتنظف وكذا، وجهة نظر يعني تحملوني تمام،
بس ما أشعر إنه عندي وقت إني أقعد أروح مدري فين وكذا، ولا أجيب دهان، ولا أزيت هنا. ما أحس إنه هذه وجهة نظري، ما هي جوي يعني. بس فيجيك واحد يقول لك شوف سبحان الله وجه نور. وجه نور مين يا عمي؟ والله لا وجه نور ولا يحزن، الله يغفر لنا ويتجاوز عنا. اثنين، يجيك واحد يقول لي انت تدعس راسك في هذا عشان تطلع لك. مين قال لك يا اخي ادعس راسي؟ والله يعني اترك هذا كله، اترك الوجه هذا، خذ الكلام، ناسبك ناسبك، ما ناسبك توكل على الله. بس الشيخ راح ينادي الشيخ شرف. طيب يا رب ارحمنا برحمتك، كلنا بكلائك. تصبغات طبيعية، والله تصبغات طبيعية، تصبغات كيماوية، يعني أقول لكم يعني اختم ابو سلطان هذا شكله خلاص يعني. طيب بس دقائق بنشوف شرف بيجي ولا لا. تحملني يعني يا حبيبي، حبك الله يا حبيبي، حبك الله. اختمها يا شيخ. طيب يا حبايبي شكله لو كثر كلام اختم 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 يعني خشنه مني. انا بشوف شرف، شرف اذا جاء حتستمتعوا. هناخذ معه 5 دقائق بس. اللهم امين. يا حبيبي نداء للشيخ شرف، نداء للشيخ شرف وعبد الرحمن. في ناس ايوه والله ما ينفع يا اخوان. في ناس طالبين قسط، يعني في لو انا ضغطت على واحد قسط تمام ممكن ما اخش البيت، ممكن يقينا ممكن اتكي في بيت اهلي هنا انام الى ما يصلح الله الحال. فمو كل قسط يا جماعه ينضغط عليه. الاحبة الكرام، ليس كل قسط يعني دمني قاعد اشوف. والله العظيم مشكلة، والله مشكلة كبيرة. غالي يا اخوان يا جماعة، القسط هذا للشباب، الاحبة الاخوة والاخوات، القسط للشباب. هنا تلفزيون قناة الأحبة اللي يجوني في قسط، رجان أكرر 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 أكرر. الأحبة الإخوة والأخوات اللي يجوني قسط، أرجوكم ركزوا، قضية يعني الخروج على في هذه الشاشة الذهبية، ننتبه له يعني. واو يا الهول، أمور كبيرة صراحة، أمور صعبة والله، ما شاء الله تبارك الله. هذول كلهم كذا يبغوا يدخلوا معايا في هذا؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا رجل هذه تحصل فيها مشاكل، يمكن ما أخش البيت. والله من جد خلاص أختم. والله عبد الرحمن ما طيب. نختم يا جماعة، قولوا آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى
أن يغفر لنا تجاوز عنا. نختم بتلاوة، نختم بتلاوة. أبو عبد الرحمن شرف، لو جيت دحين ما بدخلك قسط، لا تجي مرة، لا تجي. أعطيناك نص ساعة وجبت لنا ناس يخشوا القسط يا رجل، أول مرة أشوفهم في حياتي. لا تجي استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله. خلاص نختم والله يا جماعة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك، ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الله يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. شكرا، دمتم بخير يا حبايبي. سامحونا وسامحوا أبو مفتاح الحجاز، وسامحوا أي إنسان، وسامحوا أستاذ شرف، واخرجوا من الدنيا هذه بأقل الخسائر. دمتم بخير. الله يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. كونوا أوصياء أحباء لبعضكم. الحياة قصيرة جدا، لا تحتمل التنافر، لا تحتمل الإزعاج، لا تحتمل مشي وتمشي.